بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله أوقاتكم أحبائي بكل خير، نرجو الله لكم دوام الصحة والعافية والتقدم بإذن الله. أولا يعني التعادل للمدريديين كان حرام، لازم انغلبتوا، بس خلص راحت، بنبارك لكم في التعادل. طبعا يعني كانت حرارتكم 50 بعرف أنا، بس مش كثير محرز، لو انغلبتوا يعني مش ما بتأثر، متأهلين فعادي الوضع. نتمنى التوفيق للجميع. أحبائنا احنا اليوم بالمسألة الهندسية دردشنا شوية. شوف المسألة الهندسية يعني بدروس الدسمة والحلوة، لكن في منهجنا الجديد للأمانة أنا مش شايفها يعني قوية، يعني كلها بدي هالمماس بدي الميل من وين، اشتق 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 عوض اشتق عوض، يعني ما في عمق هندسي يعني. لكن احنا راح نأخذ الكتاب بالأول، بس هنا بتبين بدي أطلع شوي على الكتاب، اسمحوا لي ضروري بخاف، لأن المادة حلوة وفيها أشياء للطالب اللي بيفكر. أما معلش هسه بتشوفوا هسه الكتاب ما في فكر، معلش طبق طبق اشتق وعوض، كلها يعني هو الهدف أن أشتق. طيب نبدأ، بتتذكروا يعني التفسير هندسي حكينا احنا شوي ورسمنا الحصة الماضية، قلنا الميل المماس يساوي مشتقة عند التماس، يعني عند النقطة هاي المماس هاي الأخضر الأحمر والمنحنى، كيف بدي أجيب ميل الخط؟ هذا الخط مماس. طب المنحنى إله ميل؟ والله هو إله ميل بس عند نقطة، يعني ما إله ميل عام، إله ميل خاص. يعني بقدر أقول يا أستاذ ميل المنحنى؟ والله بقدر، هو المشتقة بس ميل المنحنى عند نقطة، يعني هو بيطلع ميل المماس، يعني عند النقطة هاي ميل المنحنى هو نفس ميل الخط الأخضر، تمام. بعدين جينا على الرسم الثاني، لا يا أستاذ ما في، هذا قاطع، وقلنا لكم قصة القاطع وقاطع الرحم وشرحنا يعني لا يجوز انه نقطع ارحامنا، فهذا لا ما أنه هاي لا يساوي. ورسمت لكم مماس وقاطع اذا بتتذكروا برضو ما زبطت لانه ما كان عندي نقطة تماس، فارجوكم تتابعوا معنا اول باول. بلشنا بعدها في ايجاد او انواع الخطوط، حكيت لك وعلمتك كيف نوجد معادلة خط مستقيم 9 و10، واعطيتك واجب صغير. طيب الان ايجاد الميل، هاي مادة التوجيه، طلع ما ميل المماس والعمودي عند النقطة، عند هاي كلمة، هاي النقطة هي نقطة تماس، والله كلمة عند، أيوة عند يا زلمة حقق، بالله تأكد ليكون لا، هي أكيد واثق قوي قوي، ما هو حكى عند. وبعدين لو تعوض الواحد فعلا 3 × 1، 3 − 2 = 1 + 1 = 2، إنها نقطة، معناته بده إياك تشتق وتعوض. إذا لدينا المنحنى اشتقينا إذا بتذكروا وعوضنا جبنا لك ميل المماس، إذا جبنا ميل المماس 5 إذا أحبائي ميل العمودي اقلب واعكس اقلب واعكس، خلصت. طيب نشوف سؤال آخر، ممكن يكون اشتقاقنا يكون ضمني، اشتقاق وسيطي، اشتقاق سلسل، اللي هو هاي بده ميل المماس والعمودي، تكرم يا أستاذ مماس عمودي بتعرفوا تشتقوا حبايبي؟ أرجوكم بالله عليكم يا جماعة اللي ملحوق شد حاله شوية، حرام حرام يعني، ليش يعني شد شوية في المادة، اتعب. ميل المماس مشتقة للمنحنى عند النقطة، طبعا زبطناها 0 و 1 من الحصة الماضية، اشتقينا بحمد الله وبرعايته وجبنا الميل 4، الرقم جميل 4 ان شاء الله بنطص مدريد 4، وجبنا ميل العمودي اقلب سالب ربع. جينا على اللي بعده تمرين محلول، والله هذا صار ضمني، وقلنا للشباب والصبايا هاي دائرة بتكون كويس. طب بعرفش دائرة؟ بلاش ما في دائرة، بس اذا عرفت بكون احلى، يعني مثلا خط مستقيم لما نقص دائرة نقص مرتين، قال لك عند النقطة، خلص عند النقطة، عند النقطة هاي نقطة التماس، اشتق ضمني وعوض، اشتقينا ضمني رتبنا امورنا، جبنا ميل المماس طلع سالب نص، ميل العمودي طلع معنا 2. طيب انتقل اللي بعده، كمان سؤال على اي اكس قوة اكس زائد 1 برضو عند النقطة، بالله عوضوا يا جماعة، 1 قوة 2 بضل اذا عنده، وكما حكى لك عنده حكى لك عنده، اذا يا اصدقائي يا احبائي هاي نقطه تماس، بدك تجيب الميل مشتق، ميل المنحنى ميل المماس يساوي مشتقه للمنحنى، ميل المماس المشتقه للمنحنى، اشتق المنحنى يلا توكل عند التماس، كلام واضح. يعني تقول لي استاذ ميل المماس يساوي مشتق، غلط، بقبل تقول عند التماس، او من اولها بنطلق عند التماس ميل المماس يساوي المشتقه للمنحنى. طيب اشتقينا ركبنا لين وامورنا عالي العال بحمده تعالى، وجبنا لك ايش الميل المماس طلع 2، اذا ميل العمودي 7. طيب بعدين احبائنا بلشنا في ايجاد معادله الخط المستقيم، هنا وقفت دردشت انا وياكم، وان حتى تجيب معادله الخط بدك نقطه اللي هي اكس واي، وبدك الميل
يعني كيف بدك تلعب مباراة؟ بدك دفاع وسط وهجوم، ثلاث ثلث كيف بيلعبوها؟ عادة معروف 4-3-2 2-4-4-1. إذا أنا عندك ثلاث مراحل، بدك إكس واي وميل، إكس واي وميل، إكس واي والميل. طيب إذا كان معطيك إكس واي، يا سلام، معناته هذا إشي عظيم، إكس واي معطيني إياهم الحمد لله، بروح أجيب الميل، بطبق في المعادلة العامة، بتعرف واي أستاذ معادلة المماس أو المستقيم، تكون واي ناقص واي واحد الميل في إكس ناقص، والعمودي نفسه بس تقلب بالميل. تمام، قسمت لكم الدرس أحبائي إلى قسمين، أسئلة مباشرة مباشرة مباشرة، يعني خذ هاي النقطة كاملة أو نصها، معناها تفرطت، لأنه إذا عرفت إكس بنعرف واي، وإذا عرف واي بنعرف إكس. فالنوع المباشر أحبائنا، النوع المباشر إيش؟ النوع المباشر بحكي لنا بيكون معانا النقطة، لدينا نقطة التماس أو جزء منها، أي جزء فقط إكس أو فقط واي، أو أنها أيوة بلغك عنها، قال لك تقاطع المنحنى. هنا في مشكلة بدنا نعالجها قبل ما بلش. نقطة التقاطع بتعرف تجيبوهم؟ بيعرفوش الطلاب، الغالبية بيعرفش نقطة التقاطع مع محور إكس. يا حبيبي لما تقطع إكس، الله يا رب يسر أمرك، قصيت إكس، أنت هنغير اللون، قصيت إكس، هاي قصيت إكس، هاي النقطة بتكون إيش؟ إكس وإيش وصفر، مظبوط ولا لا؟ 2-0-3-0-4-0 آه إن شاء الله قريبا. إذا إكس صفر معناته بتحط بدل، وإذا قطعت الواي يا صديقي العكس، ها أعطيني نقطة على واي، بتقول لي هاي واي أستاذ هون، إيش بتكون هاي النقطة؟ 0-1-0-2-0 واي. إذا أنا بقول لك قص الصادات، كمان ممكن أقول لك بدنا نقطع منحنى مع مستقيم، تقاطع ماشي، لما يتقاطع هاي كتبناهم اللي حكينا، يتقاطع مع إكس معناته واي صفر، يتقاطع مع واي إكس صفر، بصم إيه؟ لا بس والله بزعل من طلاب علمي بعرفوش يعطيني زوج مرتب على محور إكس، قول أعطيني نقطة على محور، قولي خمسة، قلت له نقطة نقطة هيك أشرت له زوج مرتب، قال خمسة واحد، قلت له يا بني بقول لك على محور إكس، قولي خمسة صفر، ثلاث صفر، إشي وصفر الله يهديك، وعلى محور واي نفس القصة. طيب لو جينا حكينا كمان بدنا نعلمكم نقاط التقاطع مع بعض، هاي تقاطع منحنيات، في كلام مكتوب عندنا هنا وكثير شوية منيح، بس أنا بدي ألخصه بكلمتين حلوات هيك خفيفات لطفات للشباب. لما يتقاطعوا منحنيين مع بعض كيف بدنا نجيب نقطة اللقاء؟ نقطة اللقاء هاي مثلا منحنى جاي هيك، هاي والله خطين، هذا تربيعي مع خطي، هاي دائرة منحنى مغلق مع خطي برضو مرتين، ممكن تكعيبي يا أستاذ، إيه والله ثالث نقط تقاطع، كيف بتشوفوا نقط التقاطع؟ بالله كلمة هيك حلوة، نعوض أحدهما في الآخر، خلص عوض واحد في الثاني، بتحل كل الأزمة. هنا طبعا مفصلينهم شوي، هناك حالات يجب الحذر منها، يعني هو إذا عوضت أحدهم فخلص فيش حذر، مريحة الصراحة اللي حكيت لك، يعني نعوض أحدهم في الآخر وتوكل على الله. طيب أولا منحنيان صريحان، يعني بيكون اقتران صريح، F X H X F X مع Y صريح مش ضمني، عارفين يعني شو صريح علمناكم، اثنين صريحين بنساويهما ببعض H مع F كويس، يعني كأنه عوضناهم في بعض تقريبا المعنى نفسه. منحنى صريح ومستقيم برضو نفس القصة، بنعوض ناجح، بس في دير بالك مستقيم مرات بيكون كاتب لك واي ناقص 2 اكس تساوي، طب خلص عوض ببعض او بتخلي لي واي موضوع القانون، ايوه واي عشان تساوي اف الاكس بواي، انت حر. علاقة ضمنية مع مستقيم، خلص نجعل في المستقيم اكس او واي موضوع القانون برضو بنعوض، خلص انا اقول لك الكلام اللي حكيته فوق، عوضوهم في بعض، شيل الواي بس بتشوف كيف بتحط بدالة قيمتها، بتصير معادلتك كلها بدالة واي أو معادلتك كلها بدلالة إكس. بالضمنية بالتعامل مع معادلة مستقيم نجد، طيب خلينا نشوف مثال، بدنا نقاطع إكس زائد واي، يلا خليني بالله أمسح هنا إكس زائد واي مع مين؟ مع واي
شغله بسيطه ومباشره. كيف بتحلها يا استاذ؟ يلا شغله حرام يعني بتعرفوا يا جماعه الماده سهله والله، بس في خوف. اولا انتم بتفكروا حالكم انكم ضعاف، يا جماعه تخافش، انت مش ضعيف، انت عندك، بس بدك تكون كمان غير انه عندك جريء شويه، انه في ثقه بنفسي اني والله انا بعرف بيطلع مني، بس اسمع كلامنا ونفذ. هسا عوضهم في الثاني، عوض واي، هاي مش هاي واي هون، شو تساوي؟ شيل واي هاي حط بدلها قيمتها او العكس طبعا. يلا هاي واحد واحد ناقص اكس يا استاذ تساوي اكس زائد 3، واحد ناقص اكس تساوي اكس زائد، ابعدت الاكس عند الاكس صارت اكس استاذ زائد اكس تساوي واحد ناقص 3، يعني بهدوء الطالب الراكز 2 اكس سالب 2. اذا استاذنا اكس شو طلعت؟ ايوه قيمه اكس سالب 1. خلص عوض في احدهم، وين انت حر. اذا واي في اللي بتشوفه وجهه بشوش مو تقاطع، هون بزبط وهون بزبط، عوضوا في الجهه اليسار. يلا سالب 1 زائد 3 بيطلع 2، اذا هي سالب 1 زائد 3 طلعت معك 2. جميل جدا. طب استاذ لو عوضت هون؟ يا سيدي عوضهم، اذا نقطه التقاؤم هي هاي هون خط واحد صاعد، هي ميله موجب هذا الصاعد وهذا الثاني الهابط، فان التقوا عند النقطة سالب واحد اثنين. هيك بنعمل تعمل معهم. طيب خلينا نشوف كمان سؤال، كمان سؤال على التقاطع. شو رأيك أستاذ نقاطع ضمني مع يلا خليني أمسح بقى. في نقطة جميلة على فكرة هون، بالله تركزوا يا جماعة، أرجوكم تركزوا، أرجوكم تسمعونا وتركزوا. يعني إذا بتكون أنت عارف بعض الأشكال جيد، بتعرف إيش ما في مشكلة. يعني مثلا هذا اقتران تربيعي، والله بعرف شكله أستاذ، هذا منطقة مغلقة دائرة، كيف بعرف إنها منطقة مغلقة؟ إذا كان عندي إيش؟ إذا كان عندي إكس تربيع واي تربيع في نفس الموقع والثنتين جنب بعض، منطقة مغلقة. إكس تربيع واي تربيع. طيب اذا لو تيجي الان انت تقول استاذ بقول لك هاي يا صديقي العزيز دائره، ايوه اكس تربيع، يعني هاي دائره هيك، واجى خط صاعد قصه كم مره بقصه، حلو تكون عارف انه راح يطلع خطين نقطتين. هسه بنعوض قيمه واي في الضمني، مش هاي واي؟ هاي قيمتها 2 اكس، تعال يا 2 اكس عوضها هون، بس هيك لحقت ونعوض احدهما في الاخر. بدناش نعمل صنعه في الشغله، بس بدنا حذر. اكس تربيع زائد 4 اكس تربيع تساوي 5، اذا 5 اكس تربيع تساوي 5. كويس استاذ، اكس تربيع شو طلعت معانا يا جماعه؟ اكس تربيع شو تساوي؟ طلعت 1. ايوه يعني يا استاذ قيمتين الاكس، ايوه بشائر الخير هلت. ما انت عارف يا صديقي الحنون انه راح يطلع مرتين، كيف عرفت؟ انت شوي خيالك هندسي، انه والله منطقه مغلقه لما نقص خط اكيد مرتين، ما بتعرف. بسامحك، سامحني، بسامحك، ما هي الجبر لحاله، لما نحل يطلع قيمتين الاكس، لما يطلع قيمتين الاكس معناته بنرجع نعوض وين؟ عوض في البشوش. اذا واي عوض بدل اكس واحد بطلع لك 2 في 1، اذا جبنا واي طلعت 2. اذا اول نقطة اللي هي استاذ 1 و2. النقطة الثانية اكس سالب 1، عوض بطلع لك سالب 1، فبكون يا استاذنا سالب 2. اذا النقطة صفت سالب 1 وسالب 2. جميل استاذ، طب انت ليش ما رحت عوضت بهاي؟ شوفوا عاد بنتفاهم في هاي النوعية، نقطة التقاطع أحبان عوض في الأسهل إلك، ما هو تقاطع زي ما حكيت هيك باللغة العامية، في اللي وجهه بشوش المريح روح عليه، روح على هاي. طب لو رحت هون والله هذا عابس، لما تروح هون بيطلع لك قيمتين لواي، جرب عوض بدل إكس واحد بيطلع لك 1 تساوي 1، أيه 1 خلينا نغير اللون معلش، 1 زائد واي تربيع تساوي 5. استاذ واي تربيع طلعت كم؟ 4. اذا واي تساوي موجب سالب 2. اوف
هذا طلع صار نقطتين هنا، الواحد جابت رقمين. استنى استنى، لما تجيب الرقم هذا جيب رقمين، برجع افحص على الثاني، لازم الشريك يوقع. يعني كيف حكيت الطلاب في المركز، قلت لهم شوفوا هذول اثنين شركاء. فعلا في الشركات مثلا بيكونوا متفقين اقل من 100 دينار الشيك، بدك تصرف 100 ليره على الشركه، خلص توقيع واحد معتمد بكفي. اما فوق المية يعني صار رقمين قيمتين، بدي اعتبرها قيمتين، فوق المية فوق المية قيمتين صاروا، لازم توقيعين. طب جينا الان الاول وقع، تعال على الثاني هون قل له عوض هون، الواحد بطلع لك اثنين، معناته اجى شريكي رفض مين؟ رفض السالب، رفض السالب. عشان هيك احنا بنقول للشباب والصبايا روحوا على الاريح، ما هو هذا شركاء اثنين اللي وجهه بشوش، روح قول له والله انت وقع لي، اذا تعال معه، لانه هذا لما تطلع لك قيمتين لسه لازم يرجع يشاور شريكه. معقول يطلع كيف؟ لابد نكمل مع شريكه بيطلع اربع نقاط، هذا الخط معقول يطلع اربع نقاط؟ مستحيل، يعني اقصى حاجه مرتين، مره طلع معنا ثلاث نقاط. وين؟ كان اقتران تكعيمي زي ما حكيت هاي بالرسم اللي فوق هون، هاي ثلاث نقاط، وكان واضح كان ثلاث نقاط، اما على الاغلب نقطتين نقطتين على الاغلب. اتفقنا ان شاء الله، يعني مش مستحيل اربعه. طيب بلشنا الان احبائنا، اذا هي قويناكم في نقط التقاطع، وان شاء الله تكون وصلت. يعني لو اجي احكي لك كمان هيك لك انت في سؤال بدنا نعطيك، كان واي تكعيب يساوي، والله هو موجود اظن عندنا، خليني بالله اشوفه هنا، معلش في الغير مباشر بدك تحلوا لي او تجيبوا نقط التقاطع. سؤال الكتاب بس نسيت انا، تجربوا لي تجيبوا. اتوقع هون بهالمناطق، والله للاسف يبدو مش جاي معي. عاد شفته هذيك اليوم، مش مشكله كلا. هذا سؤال تحت، ايوه بدي احبائي تقاطعوا واي تكعيب يساوي اكس تربيع مع واي يساوي سالب، هاي واي قدامك. اذا بدنا نقطة تقاطع واي تكعيب تساوي اكس تربيع مع واي زائد 3 اكس ناقص 5 يساوي 0، واي زائد 3 اكس ماشي اللي هو هاي ننقل بصير 5 ناقص 3، 5 ناقص 3 اكس، 5 ناقص 3 اكس، 5 ناقص 3 اكس. اذا واي تكعيب يساوي اكس تربيع مع واي يساوي 5 ناقص 3 اكس، 5 ناقص 3 اكس، 5 ناقص، اتحلوا لنا اياها نقطة تقاطع هضمة 5 ناقص 3، هو موجود عندنا بس حاول انت، بدنا نحل هاي المعادلة. نشوف نقطة التقاطع واي تكعيب يساوي اكس تربيع مع واي يساوي 5 ناقص 3 اكس، على بركة الله. إذا أحبائنا، إذا خوينا بالأساسيات أنا بنبسط معك، أنا برتاح وأنت بترتاح، وهاي هي الأساسيات. إيش؟ نعرف نقطة التقاطع مهمة، هاي نقطة التقاطع ضروري تعرف. الخط الافقي واي يساوي الخط اللي بيه هيك اكس يساوي ميل هذا ميل، الخط الصاعد ميله موجب، الخط الهابط ميله سالب.